عسكري افتحوا النار. في الحلقة القادمة من ممر آمن. ابنك يا أختي يعاني من مشكلة في القلب. إذا ما قلت ليش مع من تشتغل بعلقك. تخلص علينا. جهز نفسك معك إفراج. إفراج من حق يعرف من اللي كان يشتغل تهنا. أي واحد أنت شاكك فيه تخلص منه. ممر آمن. الليلة 11 مساء بتوقيت القدس على العرب 2.